خلينا ننتقل لنقطة جديدة بالصورة. باميلا الكيك على علاقة حب بفنان سوري شهير، غزل صار بينك وبين الفنان نصيف زيتون بسبب هالصورة، وهيدا المقال يلي انتشر ونسب إلك، شو ردك؟ ما هيدا قصة كتير قديمة، ونصيف كنت شوفه من كتير زمان، وكان مرق يعني مرقنا بمرحلة. كان في إعجاب بيناتكم؟ كان في، بتعرف لاحظت بين الناس انه هو يا في اعجاب يا في جنس يا ما في شيء. في اصحابي بقول لهم انه مثلا انا عندي رفيقه صار له 5 سنين رفيقه، بس ما حدا بيصدق انه في ناس اصحاب، ما حدا بيصدق انه فيها مره ورجل يكونوا عم بيحكوا على المستوى الانسان اللي كنا عم نحكي. اه لا، ما هيدا اذا رح يصير ليش؟ نصيف زيتون كان صديقي، نقطة. أنا أم فان لنصيف كفنان وكرجل وعلى المستوى الشخصي. نقطة جديدة بيقولوها الرداءة والمحسوبية والنفاق في الساحة الفنية والعربية. تغريدة كتبها أحد المتابعين وقال فيها بالمختصر: لا سيرين عبد النور ولا باميلا الكيك ولا غيرهم بيقدروا الوقوف أمام الرداءة والمحسوبية والنفاق في الساحة الفنية اللبنانية والعربية. تعرف ليش سيرين عبد النور وباميلا الكيك بالذات؟ ليه؟ لهن فيهم بس يوقفوا بهالصحن بنصه؟ لأنه أكتر اثنين فهمانين اللعبة على الأرض وفوق. هل قد الوسط الفني باميلا مليان بالمحسوبيات؟ صدقني علي، اليوم بكل الميادين، بكل المجالات والقطاعات، كله كله اليوم أنت وسيرين بنفس الجبهة واقفين؟ الصراحة عندها جبهتها الكبيرة وعندي جبهتي الكبيرة، بس حرب قلنا حرب، نحن أكثر اثنين ما بنشبه الحرب أبداً. يعني جبهة سيرين وين وجبهة يعني وين؟ إذا في صلوات بلبنان عم بتقوم لبنان، إنه صلواتي وصلواتها ما بتشوفونا بالقداس، بس صدقني فهمانينا صح. جبهتك وين وجبهتها وين؟ على المتراس، يعني على اللي هن عاملين ساحة، إنه يا أنا يا أنت، ما فينا نكون كلنا، يعني بدي واحد يكون موجود، ما فينا.